بدنا 2 دجاجة كاملة، حبتين بطاطا، بصل، بندورة، بدنا جزر وكوسة، 4 سنتوم، 4 كوب أرز، زبيب ولوز للزينة، علبة لبن، 170 جرام بهارات المندي، توم باودر، فلفل أسود، رشة هيل وكركم وقرفة، بدنا 2 باكيت مرقة دجاج فورية، والإضافة منها كمان معلقتين من الباربيكيو صوص ومعلقتين من الكاتشب. يلا يا شروق. أوكي تفضل. هلأ رح نبلش بالبصل والثوم، طبعا قطعتهم لحتى الوقت. اوكي هاي المعالق اذا بدك، وبعطيك هلا معلقه للتحرير. هاي معلقه خشب تحبي؟ يس. يلا تفضل. هلا اوطي لك نقطه حراره. يا ريت. اوكي طبعا بنقلبهم. اذا اول شيء حطينا البصل والثوم، شو الإضافة حطيتيها أو اشرحي لنا شوي عن طريقتك بالمندي كيف بتختلف؟ خلينا نحكي وإحنا. أنا أول شيء بحب أشتغل بالبصل والثوم مع البهارات، بحب أقلبهم طبعاً مع بعض خمصيهم. يس. حتى تأخذ طعم أكثر. تمام. تحب أستاذ تدخل على الساحة؟ والله أنا هيني قبل. منك صرت خبير تقريباً شيف يعني. رشة فلفل أسمر. والله يا أنا يعني يدوب كرسي في مدرستك يا شيف. لا. لا أنت المدير. أنت مدير المدرسة. رشيتهم باودر. اوكي احكي لنا عادي بصوت عالي الشغله اللي بتضيفيها. اوكي ايش هون هسه؟ رشه كركم خفيفه. تمام. كل البهارات عم بتضيفهم. انا رح اخذ شوي من التعليقات كمان. بننزل عليهم الرز طبعا نقعته قبل بوقت. اوكي قديش يعني قبل قد ايه نقعتي؟ يعني قبل نص ساعه تقريبا. نرجع نعيد لو سمحتي. نعيد على العجالة. حطينا البهارات. البهارات مع البصل والثوم. مع البصل والثوم. بعدين ضفنا مرقة الدجاج اللي مع بهاراتها اللي رح ذكرناها. أوكي. في المقادير. نحكي كنا سالقين الجاج أشرو عشان نحكي لهم. طبعاً. طبعاً. أنا سلقته مشان الوقت طبعاً. أوكي مع إيش سلقتي لو سمحتي؟ مع قرفة. وهيل وتوم باودر والكاري. أوكي. كركم. أوكي. يعني تقريبا كل البهارات. كل البهارات من الأرز. يس. ممتاز. تمام. هلا بدنا نعمل الصوص اللي بدنا ندهن فيه الدجاج لحتى ندخله للفرن. تمام. يلا حبيبتي. هلا احنا طبعا بس عشان نوضح للمشاهدين، كل طريقة شروق بالمندي تختلف عن الطريقة التقليدية اللي تعودنا عليها، اللي هي منحط الرز بالصينية ومنخزقها ومنحط الدجاج. هي مستخدمة بهارات المندي وعملتها بطريقة كتير سهلة وبسيطة، وعن جد نفس النكهة لأنها مدخنة الدجاج بعدين. فبس عشان حبيت أوضح هذا الشيء. علبة لبن 170 غرام. هاي للدجاجتين طبعا. هاي لتسبيل الدجاج. نعم. اوكي. والكاتشب. معلقتين كاتشب ومعلقة باربيكيو صوص وتوم مهروس. بيا زاكي. غيره. رشة فلفل خفيفة. رشة توم باودر. شو كمان؟ زيت. زيت. غلبك زيت. زيت 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 نباتي. قد ايه؟ تقريبا معلقتين. كفايه اظن. وبدنا معلقه بهارات جويا. هلا اوكي بس عشان نشرح لهم قد ايه بتدخليها على الفرن؟ تقريبا ربع ساعه. اوكي لانها هي جاهزه، لانها مسلوقه ومستويه على حراره 180 خلينا نقول. بالضبط. مغطيه ولا مكشفه؟ لا هيك خلص رح ادخل لك اياها. وعبين ما يخلص الرز ايش بتحبي تشرحي كمان احكي تفضلي. هلا بالنسبة للخضار. تمام. بالطريقة اللي انتم بدكم اياها بالتقطيع. البندورة طبعا انا بحب اعملها بس من هاي الجهة هيك. هي بتعطي طعمة حموضة. ايوه. زاكي كتير. تمام. بننزل الخضرة. اللي هي ايش؟ جزر. جزر وبطاطا وكوسة والبندورة. تمام. حلو. طبعا. شو بنعمل فيها؟ ونفس الصوص اللي احنا عملناه. اوكي. موجود برضه بننزلهم عليه. يعني انت منكهه كل خطوه خلينا بالضبط مشان تعطي الطعم اللي اطيب للطبخه. وبعدين بنخلطهم. احنا كنا مطلعين صينيه للدجاج. بدك وحده للخضار؟ يا ريت. عشان تطلع اطيب بنزيد لها كمان شويه توم باودر. يا سلام
على الفرن تقريبا بضحك مبسوط نص ساعه نص ساعه مغطيه. اوكي اذا بنغطي الخضار بالضبط عكس الدجاج، الدجاج خلينا مكشف لأنه عشان يتحمر لانه مستوي. الخضار بنغطيها بنحطها قد ايه؟ نص ساعه وهي مغطيه خلاص تمام.